ويتفضل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. واليوم الوصفة اللي حنقدمها وصفة كتير بسيطة وسهلة للجماعة اللي بيحبوا أكلات السمك المختلفة. وصفتنا اليوم فيها اختلاف، دائما متعودين نعمل السمك بالزيت أو زيت الزيتون، ولكن اليوم حنعملها بالزبدة. تشكيلة بهارات مختلفة، حتبقى مليئة بطعم الشبت، وكمان الشوي بطريقة مختلفة، وحيكون يميزها البابريكا. عندي كمية كبيرة من البابريكا حستعملها اليوم. هذه الوصفة على أي نوع سمك تقدروا تعملوها، سمكة كبيرة، سمكتين كبار، ثلاث سمكات وسط، اللي موجود عندكم. هاي طريقة حشوة فيكم تستفيدوا منها لأي حجم من أحجام السمك. حنقول مع بعض المكونات. عندي المكونات حقسمها قسمين. قسم حتبل فيه السمكة اللي هو الزبدة مع الأوريجان والريحان اللي موجود عندكم من أعشاب. خلوا بالكم أنا عندي هون ما في كمون، ما في يعني البهارات، اللي ما في كركم، لا، مجرد البابريكا وأعشاب وفلفل فقط والليمون. حطيت شوية توم بودرة للحصول على طعم هيك برضو لذيذ. حغطي السمكة بعد هيك بخلطة كمان من البابريكا. في البداية هحتاج صينية الفرن، اللي بنصحكم دائما انكم تستفيدوا منها. هاي الصينيه فينا نعمل فيها كثير اشياء. في ناس بيستعملوها فقط انه يحطوا في قلبها صواني ثانيه، لا، هي نفسها صينيه رائعه، خلوها جنبكم. وحنحتاج قطعه من ورق الزبده، كرمشوها هيك او شعلكوها. ونحطها في الصينيه. تبقى عندي جاهزة بهذه الطريقة. تجهيز الحشوة كتير بسيط. في كسرولة هحط الزبدة وأسيحها. بعد ما دابت عندي الزبدة، خلوا بالكم ما تكون سخنة كتير عشان إيديكم، هحط الأعشاب اللي بتخطر على بالكم. يعني عندي هون الشبت، الأوريغانو إذا حبينا، النعنع، الريحان، ممكن البقدونس المجفف، حيعطي طعم رائع جدا كمان. البابريكا، كمية وفيرة من البابريكا. طبعا البابريكا بتبقى فلفل بس ما بيحرق. والثوم البودرة، وكمية وفيرة من الثوم الفريش. طبعا كمية وفيرة معناها كتروا رأس كبير من الثوم، حوالي 10 فصوص إذا في مجال. وحضيف الملح والفلفل الأسود. هحرك كل هالخلطة مع بعض، وهذه الحشوة والتتبيلة الاثنين مع بعض هستعملها في مرحلتين. وهلأ بضيف عصير الليمون، وهاي التتبيلة اللي حستعملها لحشو السمكة وتغطيتها من الخارج. شوفوا الجمال، شوفوا ما أجملها. هخليها على جنب. هلأ بحتاج أقطع ليمون. إذا في عنا الليمون الأخضر بيعطي نكهة كتير طيبة، ونكهته كتير قوية على فكرة، رائع مع السمك. لاحظوا هلأ كيف هقطع الليمون. بدي شرائح رقيقة وبدي قطعة كبيرة. الشرائح الرقيقة حنستعملها في الحشوة السمكة من الخارج، والشرائح الكبيرة حنستعملها من الداخل. هخليهم على جنب. ممكن ناخد دي نص. يبقى احنا هيك جهزنا كل شيء. هلأ بنحط ايدينا في السمك. هاخد قطعة السمك وبالسكين أعمل بعض القطع، طبعا على حسب حجم السمك اللي عندكم. إذا السمك صغير يمكن ما تحتاجوا تعملوا هذه الخطوة، بس هي هذه الخطوة بتعطيني هيك نكهة في داخل لحم السمك، مش أساسية قوي، ممكن تستغنوا عنها. هنقلبها على الناحية الثانية، وبرضو نفس الشيء نعمل بعض التقطيعات.
التتبيلة عندي جاهزة، حوزعها على السمك وأبتدي. شوفوا هاللون الجميل، شوفوا كيف صار لون السمكة أحمر لأنه حطينا فيها البابريكا. حبتدي أخذ كمية وفيرة من التتبيلة وأحطها في داخل السمكة، كل المقدار اللي عندي بهذه الطريقة، وعلى الناحية الثانية كمان عشان أضمن إنها تأخذ هالطعم الجميل. نحط تتبيلة ما بين الفتحات، شوفوا ما أجمل، شوفوا هالجمال، بدي أتغزل فيها أنا. هحط السمكة بهذا الشكل، وإذا عنا شرائح الليمون بقدر أدخلها ما بين الفتحات اللي في الخارج. لاحظوا الفتحات اللي عملناها، بدخل فيها الليمون بهالطريقة، وكمان القطعة الثانية. طبعا زي ما قلت لكم هذا شيء إضافي، إذا عايزين تكونوا مستعجلين وحابين فقط الليمون في الداخل ما في مشكلة عندنا، ممكن تخلوه فقط في هاي القطعة الكبيرة، بحطها في باطن السمكة من جوا عشان تعطيني طعم أثناء ما السمك عم ينشوى. قطع الليمون الكبيرة في البطن، المزيد من البابريكا حرشه فوق السمكة. وإذا عندنا شوية ملح خشن برضك نحطهم بهذه الطريقة، وأدخلها الفرن على درجة حرارة 200. ما تغطوها، ما تعملوا أبدا أي شيء، سيبوها براحتها لغاية ما تستوي، بتأخذ حوالي 40 دقيقة ونشوف شكلها بعد الشوي. السمك أصبح عندي جاهز، خلوه يتحمر، خلوه هيك ياخذ اللون الغامق هذا لانه فعلا طعمه حيبقى كتير رائع. حنحطه في طبق التقديم، وصفه كتير لذيذه، ويتفضلوا.